على إثر اجتماع شارك فيه قائد القوات البحرية السيسي يوجه بمواصلة العمل من أجل تطوير كافة مجالات النقل البحري والموانئ المصرية. لا أقبل بأن أكون رهينة إرادة أي شخص مهما كان، ومن يحاول مغالطتي واهم أيضا. عقب لقائه وزيري الشؤون الاجتماعية والاقتصاد والمالية، الرئيس التونسي قيس سعيد يقول إنه لن يقبل أن يكون رهينة في أيدي أي شخص. سعد الحريري يقول إن وصول سفن وقود إيرانية إلى لبنان يزج به في صراعات داخلية وخارجية. السابعة صباحا بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية جديدة من قناة النيل، أهلا بكم. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مع مصطفى القاضمي رئيس وزراء العراق على دعم مصر لكل جهد من شأنه أن يعزز من أمن واستقرار العراق. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن مصر ستواصل العمل على تعزيز أطر التعاون مع الجانب العراقي الشقيق في مختلف المجالات، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب اجتماع شارك فيه الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية المصرية بمواصلة العمل من أجل تطوير كافة مجالات النقل البحري والموانئ على مستوى الدولة المصرية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد بيتر لارسن مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لارسن الألمانية العالمية للصناعات البحرية، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء بحري محمد شلبي، والعقيد بحري محمد المخزنجي بقيادة القوات البحرية. كما حضر من جانب الشركة الألمانية السيد جوش ألكسندر نائب رئيس مجلس الإدارة، والسيد ماجد منصور وكيل الشركة في مصر. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي الخاص بالتعاون مع شركة لارسن بشأن تطوير الصناعات البحرية في مصر، وكذلك ما يتعلق ببرامج التدريب والتأهيل للكوادر البشرية الفنية لرفع القدرات في هذا المجال، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء بحري أركان حرب محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشؤون الهندسية، والعقيد بحري محمد المخزنجي بقيادة القوات البحرية، والدكتور حسن أبو سعدة المستشار الهندسي لقيادة القوات البحرية. وقد اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على عرض لأحدث التقنيات الهندسية والإنشائية لبناء الموانئ البحرية وتطويرها على مستوى الجمهورية. وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة الدراسات والعمل على تطوير كافة مجالات النقل البحري والموانئ على مستوى الدولة، وذلك ارتباطا بأهمية الموقع الجغرافي لمصر وقربها من خطوط المواصلات البحرية العالمية، وعلى نحو يعظم من تلك المميزات التفضيلية للدولة. في القاهرة أصدرت وزارة الخارجية بيانا أعربت فيه عن خالص تعزي وصادق مواساة جمهورية مصر العربية لجمهوريتي النيجر وبوركينا فاسو الشقيقتين لجراء الهجومين اللذين شهدتهما المنطقتان الواقعتان على جانبي الحدود بين البلدين، وأودي بحياة العشرات من الأبرياء. وشدد بيان وزارة الخارجية على تضامن مصر مع النيجر وبوركينا فاسو وإدانتها لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.
قال الرئيس التونسي قيس سعيد عقب لقائه بقصر قرطاج الرئاسي وزيري الشؤون الاجتماعية والاقتصاد والمالية، قال إنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة الإعلان عن تشكيل الحكومة التونسية الجديدة. ليست هناك حكومة، ولكن سيتم في الأيام القليلة القادمة الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة. أيهما أفضل، غياب الدولة أم غياب الحكومة لمدة قصيرة حتى تعود الأوضاع كما يتمناها الشعب التونسي؟ قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن مطالب التونسيين هي من سوف تحدد خارطة الطريق. الخارطة الطريق كانوا يصرون على ذلك، الطريق الوحيدة التي أسلكها وسأسلكها بنفس الثبات ونفس العزم هي الطريق التي خطها الشعب، ليس هناك طريق أخرى. الطريق التي خطها الشعب التونسي. أما الخرائط فليعودوا كما قلت إلى كتب الجغرافيا لينظروا في القارات وفي البحار وفي الجبال وفيما شاءوا أن ينظروا فيه في كتب الجغرافيا. قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه لن يقبل أن يكون رهينة في أيدي أي شخص. لبعض الأشخاص الذين لا يعيشون إلا في المستنقعات، هؤلاء الأشخاص الذين يتحدثون عن أن القرارات تتخذها بناء على توازنات وهمية في رؤوسهم لأنهم يعيشون على الأوهام فقط، أتخذها بناء على قناعاتي، بناء على الاستجابة لمطالب الشعب التونسي، ولا يتدخل فيها أحد، لأنني لا أقبل بأن أكون رهينة إرادة أي شخص مهما كان، ومن يحاول مغالطتي واهم أيضا. في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن تعيين مسؤولين أمنيين كبار من بينهم مدير عام جديد للمخابرات. أقسم بالله العظيم. في خطوة تعتبر استكمالا للإجراءات التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد في يوليو الماضي، عين وزير الداخلية المكلف رضا غرسلاوي 11 مسؤولا جديدا في الوزارة شملت المراكز القيادية المهمة في المؤسسة الأمنية، وهي تغييرات تفتح الباب لمرحلة جديدة وتمثل خطوة أخرى من جانب الرئيس التونسي لتحصين وزارة الداخلية، وهي وزارة سيادية بعد أن قال في الآونة الأخيرة إن هناك محاولات لاختراقها، في حين تقول مصادر إن تلك الخطوات محاولة من سعيد لبسط نفوذه على الجهاز الأمني. وبحسب بيان رسمي نشر على صفحة وزارة الداخلية، تم تعيين سامي اليحياوي وهو محافظ شرطة عام من الصنف الأول مديرا عاما للمصالح المختصة التي تشمل وحدة المخابرات والاستعلامات، خلفا للضابط لازهر لونغو الموضوع قيد الإقامة الجبرية، وذلك بعد إعفائه منذ أسابيع من منصبه بشبهة تورطه في عدد من القضايا. ولم تقف التعيينات والتغيرات الجديدة عند جهاز المخابرات والاستعلامات بالداخلية، بل شملت ثاني أكبر ملف وهو مكافحة الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال، حيث عين العميد مكرم عقيد مديرا عاما للقطب الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. كما اختار غرسلاوي العميد مراد حسين مديرا عاما للأمن العمومي، والعميد جوهر بودريقة مديرا عاما للعمليات، والعميد زهير تقية متفقدا عاما للأمن الوطني، والعميد خالد المرزوقي مديرا عاما لوحدات التدخل. كما عين العميد عادل الخياري مديرا عاما للمصالح الفنية. كما عينت محافظة الشرطة العامة من الصنف الأول نجاة الجوادي مديرة عامة للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي، ومحافظ الشرطة العام من الصنف الأول فوزي مبارك مديرا عاما لتعاونية موظفي الأمن الوطني والسجون والإصلاح. تأتي التغييرات الجديدة في أقل من 24 ساعة عن اللقاء الذي جمع سعيد بغرسلاوي الأربعاء، لتعلن الرئاسة التونسية خلاله عن إدخال تغييرات في سلكي الحرس والأمن الوطنيين، وذلك بتعيين العميد سامي الهيشري مديرا عاما للأمن الوطني
الذي يشرف على الشرطة والحماية ووحدات التدخل وغيرها، والعميد شكري الرياحي آمرا للحرس الوطني الدرك. ولطالما كانت التعيينات والإقالات والتغييرات في وزارة الداخلية التونسية محل خلاف وجدل وسط اتهامات بالتوظيف السياسي، ولا تخلو من الحسابات والصراعات بين الأطراف السياسية، والتي ألمح لها الرئيس بدوره في أكثر من مناسبة. وقالت مصادر مقربة من القصر الرئاسي إن سعيد يريد أولا إدخال تغييرات جذرية على أجهزة الدولة خصوصا الأمنية، بعد أن ظلت محل تجاذب سياسي خلال العقد الماضي. في العاصمة اللبنانية بيروت، يناقش اليوم الجمعة مجلس النواب اللبناني في جلسة عامة رسالة وجهها الرئيس اللبناني ميشيل عون، تتضمن تداعيات قرار حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة برفع الدعم عن المحروقات. في سياق متصل، أصدرت الرئاسة اللبنانية بيانا شددت فيه على أن الرئيس ميشيل عون لم يطالب بالثلث المعطل في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، ولا يريد دفع رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي للاعتذار. قال سعد الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق إن وصول سفن إيرانية محملة بالوقود إلى لبنان هو بمثابة إعلان خطير يزج لبنان في صراعات داخلية وخارجية. وكأن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله صب المزيد من البنزين على حرائق لبنان الغارق بالأزمات، مع إعلان إبحار سفينة المشتقات النفطية من إيران، رغم المعارضة الواسعة لإقحام البلاد في حرب عقوبات دولية وصدام عسكري جديد مع إسرائيل المتحفزة لتوجيه ضربة انتقامية بحرية لطهران. ويقول محللون إن نصر الله نقل لبنان إلى مستوى جديد من المعركة السياسية داخليا وإقليميا، حين حذر الأمريكيين والإسرائيليين من التعرض للسفينة التي تحركت بالفعل باتجاه بيروت ضمن أسطول سيأتي تباعا، عبر وصفها بالأرض اللبنانية، ليوسع قواعد الاشتباك لتشمل البحار مع الحدود البرية جنوبي البلاد. واعتبرت مصادر سياسية لبنانية أن تصريحات نصر الله تعمق الأزمة اللبنانية وتضع عراقيل في طريق محاولة نجيب ميقاتي تشكيل حكومة جديدة، ورأت أنه لجأ إلى التصعيد وذهب بعيدا في تحدي ما بقي من الدولة اللبنانية من أجل تكريس واقع يتمثل في أن حزبه المرتبط بإيران هو لبنان. واستدعى ذلك ردا عنيفا من رئيس الوزراء السابق زعيم طيار المستقبل سعد الحريري، الذي اعتبر أن سفن الدعم الإيرانية تحمل مخاطر وعقوبات إضافية، واضعا خطوطا حمراء أمام الحكومة المقبلة، حين تساءل أي حكومة يريدونها أن تفتتح عملها باستقبال السفن الإيرانية والاصطدام مع المجتمع الدولي، بينما لبنان أحوج إلى حكومة تحظى بدعم الأشقاء والأصدقاء. ورأى مراقبون للشأن اللبناني أن تصريح الحريري حمل إنذارا مبطنا للرئيس المكلف ميقاتي، ووضعه أمام خيارين: إما الاعتذار ليبقى تحت مظلة طائفته السنية وممثليها بعد تكليفه بدعمهم، وإما التخلي عنه إذا شكل حكومة تشرع استيراد السفن الإيرانية. لكن الرد العنيف لسعد الحريري على نصر الله ترافق مع صمت تام لرئيس الجمهورية ميشيل عون، في وقت حمل فيه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع حمل عون مسؤولية تبعات استخدام حزب الله سفينة المشتقات النفطية من إيران بوسائل ملتوية وغير قانونية ستعرض لبنان لكارثة حقيقية على حد قوله. ويقول خبراء في القانون إن القانون الدولي للبحار لا يعترف بمفاهيم كاعتبار السفينة أرضا لبنانية، ويفرض إلزاما أن تحمل الباخرة علما محددا وأن تسجل بالسجل الخاص لبلد ما، لافتين إلى أن القانون اللبناني يلزم البواخر اللبنانية أن تحمل علم لبنان وأن تكون مسجلة لدى وزارة الاقتصاد والأشغال والنقل.
تصدت دفاعات جوية سورية لغارات إسرائيلية استهدفت مواقع في محيط مدينتي دمشق وحمص. كانت إسرائيل شنت خلال السنوات الماضية عشرات الغارات في سوريا مستهدفة ما تصفه بمواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لجماعة حزب الله اللبنانية. في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة يترأس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس أبو مازن اجتماعا للجنة المركزية لحركة التحرير الوطني المعروفة باسم فتح مساء بعد غد الأحد. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الاجتماع سيناقش آخر المستجدات الوطنية والشأن الداخلي. قال سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا عقب لقائه في موسكو بناظرته الليبية نجلاء المنقوش، قال إن بلاده وطرابلس تؤيدان انسحاب جميع القوات العسكريين الأجانب دون استثناء من الأراضي الليبية. وقال سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا إن بلاده تدعم القرارات التي يتم اتخاذها في إطار اللجنة العسكرية الليبية المشتركة والمعروفة باسم 5+5. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة مع شبكة ABC الإخبارية الأمريكية، قال إن حركة طالبان تواجه ما وصفها بمعضلة وجودية تتعلق بنظرة العالم إليها بعد انتصارها العسكري الخاطف في أفغانستان. أعتقد أنهم يمرون بأزمة وجودية حول ما إذا كانوا يريدون أن يعترف بهم المجتمع الدولي كحكومة شرعية. لست واثقا من أنهم يريدون ذلك، لكنهم أيضا يهتمون بما إذا كان لديهم غذاء وما إذا كان لديهم دخل يدر مالا أو يحرك اقتصادا. خرج مواطنون أفغان في العاصمة كابول في مسيرات جابت الشوارع وهم يلوحون بالأعلام الوطنية لإحياء ذكرى الاستقلال في تحد لطالبان التي كانت قد استولت على السلطة يوم الأحد الماضي. ها هي كابول تشهد أولى ردود الفعل الداخلية لسيطرة طالبان على الحكم من جديد. محتجون أفغان يتحدون حركة طالبان لليوم الثاني على التوالي برفعهم العلم الوطني في الشوارع في الذكرى السنوية لاستقلال البلاد، وفي عدة أماكن من العاصمة وكذلك في أسدآباد شرقا لوح أفغان الخميس بالعلم الوطني الأسود والأحمر والأخضر متحدين طالبان التي فرضت علمها الأبيض على المنشآت العامة. قوبلت التظاهرات المتفرقة الخميس بعنف من قبل مسلح الحركة الذين يواجهون تحديات متزايدة لحكمهم. والخميس أعلنت طالبان في بيان لها اعترافها باستقلال البلاد وهزيمة الإمبراطورية البريطانية وكذلك الاحتلال السوفيتي الذي دام عقدا وانتهى في عام 1989. مقاتل الحركة أجروا دوريات مكثفة في كابول الخميس وسط تعهدات أحد قادتهم بإحلال الأمن في أفغانستان، وتسعى الحركة إلى إظهار نفسها بمظهر أكثر اعتدالا واعدة بعدم السعي للانتقام ومعلنة إصدار عفو عن المسؤولين الحكوميين السابقين. غير أن وثيقة سرية للأمم المتحدة أفادت بأن حركة طالبان كثفت عمليات البحث عن الأفغان الذين تعاملوا مع القوات الأمريكية والأطلسية، وما زال الآلاف يتدفقون على مطار كابول منذ استيلاء طالبان على العاصمة يوم الأحد بعد انهيار القوات الحكومية في غضون 10 أيام فحسب، فيما اتهمت واشنطن حركة طالبان بمنع الأفغان الراغبين في المغادرة من الوصول إلى المطار.
وتنتظر حشود غفيرة من الأفغان عند المطار البوابة الوحيدة للخروج من البلاد، عالقين بين مراكز تفتيش أقامها مسلح طالبان وبين سياج شائك مده الجنود الأمريكيون داخل المطار، كما يتجمع العديد من الأفغان قرب السفارات طالبين إجلاءهم، ويحمل العديدون منهم تأشيرات دخول إلى بلد أجنبي، لكن لا يمكنهم دخول الحرم الدبلوماسي. شدد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغي على ضرورة أن يكون هناك تعاون دولي وثيق بشأن الأزمة في أفغانستان، بحسب ما أعلن الإليزي. كان الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ناقش في وقت سابق الوضع في أفغانستان مع كل من المستشارة الألمانية أنجلا ميركل ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، علما بأن هذا الملف سيكون محور قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى الأسبوع القادم. في سياق متصل، يواصل الآلاف من المواطنين الأفغان التدفق على المعابر البرية على الحدود مع باكستان بعد سيطرة طالبان على مقاليد الحكم. ترتبط أفغانستان بحدود برية مع طاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان، وكذا الصين شمالا وإيران غربا وباكستان جنوبا وشرقا، ومن ثم تنتاب كل تلك الدول مخاوف مشروعة من أن تتمدد تداعيات ما يجري على الأراضي الأفغانية إلى أراضيها، غير أن حدودها مع باكستان بطول 2600 كيلومتر هي الأكبر على الإطلاق، والبلدان يجمعهما تاريخ مرير من العلاقات المتوترة بالفعل. والآن بعد إعلان طالبان سيطرتها على كابل، زادت تلك المخاوف ودفعت باكستان لتعزيز انتشار قواتها الأمنية على الحدود، وأعلنت أنها انتهت من بناء 90% من سياج حدودي بهدف منع العبور غير القانوني للمسلحين ومكافحة تهريب المخدرات وبالطبع وقف تدفق اللاجئين. ويواصل الأفغان الفارون من الاضطرابات في بلادهم عبور الحدود إلى باكستان. أنا قادم من قندهار بسبب استمرار الوضع غير المؤكد. لقد واجهنا مشكلات هنا على الجانب الباكستاني من الحدود. إنهم يطلبون منا وثائق سفر لا نملكها، لكنهم في النهاية سمحوا لنا بعبور الحدود. يقيم في باكستان نحو 3 ملايين لاجئ أفغاني منذ قرابة 40 عاما، تعترف المنظمات الدولية بنصفهم وتقدم لهم المساعدات، أما النصف الآخر يعتبر مقيما بشكل غير شرعي، ومن ثم فهو يمثل عبئا مباشرا على الدولة التي تخشى من أن يتضاعف في ظل الاضطرابات الأخيرة. ثمة مصدر قلق آخر، فعودة طالبان للسيطرة على كابل قد تكون بمثابة كابوس مفزع، إذ ستعطي زخما لحركة طالبان باكستان التي دخلت في صدام مع الحكومة الباكستانية، وتختلف كثيرا عن طالبان أفغانستان من حيث التركيب والأهداف. في مدينة نيويورك، طالب أنطونيو غوتيريش أمين عام منظمة الأمم المتحدة كافة الأطراف الإثيوبية بوقف الأعمال العدائية فورا في إقليم تيغراي. حان الوقت كي تدرك كل الأطراف أنه لا حل عسكري للصراع، ومن الحتمي الحفاظ على وحدة إثيوبيا واستقرارها، وهو أمر مهم للمنطقة وما ورائها. ومن أجل منح الفرصة أمام إحلال السلام، أناشد الأطراف العمل على 3 جبهات. الأولى، أهيب بكل الأطراف أن توقف الأعمال العدائية فورا، والثانية، ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لجميع الأماكن بالتزامن مع إعادة الخدمات العامة في كل المناطق المتضررة، والثالثة، لابد من توفير الظروف الملائمة للسماح ببدء حوار سياسي إثيوبي من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة. أعلنت الشرطة الأمريكية أنها لم تعثر على أي قنبلة في السيارة التي وضعها صاحبها
قرب مقر الكابيتول في واشنطن وهدد بتفجيرها قبل أن يستسلم وينتهي كابوس الثمرة لعدة ساعات. وقالت الشرطة الأمريكية إن المشتبه به الذي استسلم من تلقاء نفسه في ختام مفاوضات شاقة مع الشرطة هو مواطن أمريكي في 49 من عمره يدعى فلويد ريزبري. أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية أن الأمس الخميس شهد تسجيل 131 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 9 حالات وفاة. وقال الدكتور خالد مجاهد إن الأمس شهد أيضا خروج 439 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من هذا الفيروس إلى 235,317 حالة. قال وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هارفيتس أنه سيكون بإمكان الإسرائيليين البالغين 40 عاما وما فوق الحصول على جرعات معززة للقاحات فيروس كورونا المستجد اعتبارا من نهاية الأسبوع القادم. كانت أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل شهدت خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعا بعد انتشار المتحورة دلتا بين غير الملقحين وتراجع المناعة لدى الآخرين. نشرتنا متواصلة معكم ونتابع فيها بعض الفاصل. تواصل أعمال وفعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء بالقاهرة. أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد بعد هذا الفاصل. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمناقشة واستعراض الإجراءات الخاصة بالتوسع في إقامة المزيد من المعارض التجارية المصرية في القارة الإفريقية. وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التجارة والصناعة نيفينجا مع موجزا للخطة التنفيذية وبرنامج عمل الفعاليات المقترح تنظيمها في عدد من الدول الإفريقية خلال الفترة القادمة والقطاعات المستهدفة لتلك المعارض. سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا جماعيا لدى إغلاق التعاملات الخميس نهاية تعاملات الأسبوع تحت وطأة البيع لجني الأرباح وإعادة هيكلة المحافظ المالية. وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 715.2 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت 5.4 مليار جنيه. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX 30 بنسبة 91%، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 0.83%. نتحول إلى أسواق المال الأوروبية حيث تراجعت الأسهم الخميس مسجلة أكبر خسارة يومية في شهر إذ دفع انخفاض أسعار السلع الأولية أسهم شركات التعدين للهبوط بينما تضررت أسهم شركات السلع الفاخرة بسبب خطط الصين لاستهداف الأرباح المفرطة للشركات والتفاوت في الثروة. وتراجع مؤشر ستاكس 600 الأوروبي بنسبة 1.6% ليبلغ أدنى مستوى في أسبوعين، كما تراجعت أسهم شركات التعدين 4.2% مسجلة أكبر انخفاض في يوم واحد منذ مارس الماضي. كما نزل مؤشر السفر والترفيه 2.5% إذ أدى ارتفاع الإصابات بالسلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا إلى تعزيز المخاوف من تباطؤ النمو العالمي.
وفي أسواق النفط العالمية، حيث تراجعت الأسعار الخميس للجلسة السادسة على التوالي لتصل إلى مستويات منخفضة لم تشهدها منذ مايو، وسط إحجام من المستثمرين بسبب مخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي على ارتفاع حالات كوفيد-19 وعلى خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي. وخسر خام مزيج بريند 1.78 دولارا أو بما يعادل 2.6% ليبلغ عند الإغلاق 66.45 دولارا للبرميل، كما هبط الخام الأمريكي 1.71 دولارا أو 2.6% إلى 63.50 دولارا للبرميل. أظهرت بيانات صادرة من البنك المركزي الأوروبي أن فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو ارتفع بأكثر من النصف في يونيو مقارنة مع الشهر السابق بفعل زيادة فائض تجارة الخدمات. وسجل التكتل الذي يضم 19 دولة تتعامل باليورو فائضا في ميزان المعاملات الجارية 21.8 مليار يورو في يونيو، ارتفاعا من 13.9 مليار يورو في مايو. وفي 12 شهرا حتى يونيو بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 2% في فترة 12 شهرا السابقة عليها. في القاهرة تتواصل أعمال وفعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء في دورته 29. تتواصل فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، ومن على مسرح محكى القلعة انطلقت ليلة فنية جديدة ضمت مجموعة مختارة من الأعمال الغنائية العالمية. أتخيل أن ده برنامج لطيف جدا للجمهور بتاع النهاردة اللي ممكن يقدموا يعرفوا بالموسيقى الأوركسترالية والأوبرالية، وهيبقى ده مدخل لطيف يعني، ونتمنى أنه المرة الجاية نشوفهم عندنا بقى في الأوبرا. ووسط تفاعل الجمهور شهد الفاصل الثاني من الحفل محكى القلعة باقة متنوعة ومختارة لأغنيات النجم الكبير علي الحجار. اتعبنا حبنا يعيش للأبد، يعيش للأبد. أنا فخورة جدا إن أنا هشارك في حاجة زي دي في إيفنت كبير زي ده، ودي أول مشاركة ليا، وطبعا مبسوطة أن ناس كتيرة هتشوفني وهتشوف الفن عامة. نشترك في بروجرام يعني مختلف، مش أوبرا لكن بيكون ميوزيكلز وأغاني ديزني وأغاني عالمية. دكتور إيمان مصطفى المدير الفني لفرقة الأوبرا حبت أن هي تعمل برنامج يكون قريب من الجمهور. حغني حغني الليلة 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 ليكي. هذا وتستمر فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، والتي انطلقت فعالياته في 15 من الشهر الجاري وعلى مدار 16 يوما، لتقدم مجموعة كبيرة من نجوم الطرب في مصر والوطن العربي. يعد مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء أحد أهم الفعاليات الراسخة التي تنظمها وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية منذ عام 1990، والذي نجح في تحقيق قاعدة جماهيرية وشعبية ضخمة بسبب تنوع وثراء محتواه الفني. من داخل قلعة صلاح الدين، أمل صبري. ختاما هذا تذكير بأهم عناوين الأخبار. خلال اجتماع شارك فيه قائد القوات البحرية السيسي وجهه بمواصلة العمل من أجل تطوير كافة مجالات النقل البحري والموانئ المصرية. لا أقبل بأن أكون رهينة إرادة أي شخص مهما كان، ومن يحاول مغالطتي واهم أيضا. عقب لقائه وزيري الشؤون الاجتماعية والاقتصاد والمالية، الرئيس التونسي قاسي سعيد يقول إنه لن يقبل أن يكون رهينة في أيدي أي شخص.
سعد الحريري يقول إن الإعلان عن وصول سفن وقود إيرانية إلى لبنان يزج به في صراعات داخلية وخارجية. أشكركم، نهاية أخبار السابعة.